السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. بداية نصلوا على خير البشر محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم نحن متجهين إلى سفر الصائمين إن شاء الله، أكيد من الصائمين مشايخ. طيب على كل حال نحن حندخل إن شاء الله ندرك سفرة من السفر اللي الناس عازميننا عليها، لأنه نحن جايين في وقت متأخر، أتوقع باقي على الأذان دقائق معدودة، فحتودينا عند جدك يا شيخ، بيزبطنا جدك بمكان عندي وأنا أبو هندي الآن بيطردونا من الباب أتوقع. ما عليك إن شاء الله يدخلونا. طبعا إذا ما دخلونا هنا إلا نلف لفة كاملة عشان ندخل من وراء من هنا من باب 19، باب أظنه بدر أي نعم بدر، باب بدر. تمام، حندخل من قباء باب رقم 5. في عندنا باب الهجرة باب رقم 3 وباب 5، ندخل بعدين ناخذ يمين عشان نوصل إلى منطقة الحصوات عند الشيخ من؟ الشيخ جدك الكريم اسمه ايش؟ محمد المروان. محمد المروان، محمد بن سعيد المروان. سعيد ها؟ سعيد لازم سعيد يا شيخ؟ سعيد ولا سعيد؟ ايش الصح؟ سعيد الصح، سعيد سعيد كله واحد، كله يمشي ها؟ فرق حركة كثرة. لا تنظر إلى الحروف، انظر إلى المقصود. صح كذا؟ يلا عادي مو مشكلة، هو أصلا هذا فلوق، هذا فلوق الوصول إلى السفر في منطقة الحصوات إن شاء الله، بس كذا نلحق مكان. ما شاء الله في ازدحام، ترى في زحمة الظاهر. طيب نشوف نصور لكم إذا دخلنا للداخل. Thank you.